السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الموجز الأخباري لهذا اليوم. بعد الإساءة إلى المرجعية العليا، دعوة قضائية جديدة ضد الطالقاني. تربية البصرة توضح سقوط أجزاء من مبنى مدرسة بالمحافظة. التيار الصدري يتحرك سرا لترتيب عودته السياسية، سيقلب المعادلة رأسا على عقب. مصدر يكشف حقيقة اعتقال ضابط عراقي رفيع على خلفية اسقاط الأنكاء التركية. لأول مرة منذ سنوات سماء كركوك تخلو من المسيرات بسبب لعنة الأنكاء. الدولار يسجل انخفاضا طفيفا أمام الدينار في الأسواق المحلية. اختيار العراق لرئاسة مجموعة 77 والصين في الأمم المتحدة. عودة الإقبال على شراء السيارات من الإقليم لهذه الأسباب. إليكم تفاصيل الأخبار. أقام عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي دعوة جديدة ضد مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني على خلفية ثلاث تهم، وجاء في وثيقة للسلامي موجهة إلى محكمة استئناف النجف الأشرف وهي الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني. ووردت لموازين نيوز أن الدعوة جاءت على خلفية إساءة الطالقاني على سمعة المركز الديني مقام المرجعية العليا السيد علي السيستاني ورئيس الحشد الشعبي. أكدت المديرية العامة لتربية البصرة اليوم السبت مبنى إعدادية البصرة للبنات آيل للسقوط وقد تم إخلاءه منذ سنتين. وذكر بيان للمديرية أن بعض وسائل الإعلام المغرضة من أجل خلط الأوراق تداولت فيديو لسقوط أجزاء من بناية إعدادية البصرة للبنات، وأضافت أن هذه البناية آيلة للسقوط وقد تم إخلاءها منذ سنتين وهي مدرجة ضمن مشاريع المحافظة لعام 2024. المديرية العامة لتربية البصرة. أكد الباحث في الشأن السياسي المقرب من التيار الوطني الشيعي مجاشع التميمي اليوم السبت 31 آب 2024 وجود تحرك للتيار بهدف ترتيب عودته السياسية والانتخابية خلال المرحلة المقبلة. وقال التميمي في حديث أن هناك حوارات ومشاورات للتيار الوطني الشيعي التيار الصدري سابقا مع أطراف سياسية ومن بينها قوى داخل الإطار، رغم أن التيار الوطني الشيعي لم يعلن عنها، لكن قيادات من كتل سياسية قالت أنها التقت ممثلين عن التيار الوطني الشيعي. وبين أن عودة التيار الوطني الشيعي حتمية لأن الصدر انسحب من الدورة الخامسة لمجلس النواب لفتح المجال أمام قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، والبوادر تشير إلى أن خطوات الصدر واضحة في العودة والمشاركة في الانتخابات المقبلة. كشف مصدر مطلع اليوم السبت 31 آب 2024 حقيقة اعتقال ضابط عراقي رفيع على خلفية إسقاط طائرة مسيرة تركية في محافظة كركوك قبل يومين. وقال المصدر في حديث أن القيادات الأمنية العليا أعزت بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب سقوط طائرة مسيرة تركية في كركوك قبل يومين والتي باشرت مهامها وفق الصلاحيات الممنوحة لها، لافتا إلى أن ما تناقلته بعض المواقع التركية من اعتقال ضابط برتبة رفيعة على خلفية ما حصل غير دقيق، ولم تصدر أي أوامر باعتقال أو احتجاز أي ضابط حتى الآن. أكد مصدر مطلع اليوم السبت 31 آب 2024 أن سقوط مسيرة تركية متطورة في سماء كركوك خلق ردة فعل إيجابية هي الأولى من نوعها منذ سنوات. وقال المصدر أن سقوط طائرة مسيرة تركية هي الأحدث في ترساناتها في سماء كركوك قبل يومين، أحدث ردة فعل إيجابية تعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات من خلال امتناع دخول المسيرات إلى سماء المحافظة.
وأضاف أن آخر رصد لمسيرات يبعد نحو 70 كيلومتر عن حدود كركوك باتجاه إقليم كردستان، وهذا يدل على أن من يقود المسيرات بدأ يدرك بأنه يمكن أن تلاقي مصير الأنكا في ظل تنامي قدرات الدفاع الجوي العراقية من خلال اعتماد منظومات متطورة، رغم أنه حتى الآن لم يحسم ملف أسباب الأنكا، هل هي بسبب المضادات الجوية أو عطل فني؟ سجل صار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم السبت 31 آب 2024 انخفاضا طفيفا أمام الدينار في بورصتي بغداد الرئيسيتين والأسواق المحلية. وقال مراسل بغداد اليوم إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية حيث سجلت 149,200 دينار مقابل كل 100 دولار. وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 150,000 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,000. أعلنت وزارة الخارجية اليوم السبت 31 آب 2024 اختيار العراق لرئاسة مجموعة 77 والصين G77 في الأمم المتحدة للعام 2025، وذلك بعد اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادي الذي عقد لمناقشة ترشيح العراق لهذا المنصب. وقالت الوزارة في بيان إن القائم بأعمال الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك عباس كاظم عبيد القى كلمة أكد فيها رؤية العراق لدوره خلال رئاسته للمجموعة، مسلطا الضوء على المحاور الرئيسية للعمل ومشددا على التزام العراق بالمبادئ الأساسية للمجموعة، لا سيما فيما يتعلق بدعم أهداف وطموحات الدول النامية في تحقيق التنمية الاقتصادية التكنولوجية والاجتماعية. كشف عضو اتحاد معارض السيارات في السليمانية حسن عباس اليوم السبت 31 آب 2024 أسباب إقبال المواطنين من محافظات الوسط والجنوب على شراء سيارات الإقليم. وقال عباس في حديث أن السبب الأول يعود لوجود فحص الهزة في إقليم كردستان، حيث تخضع السيارات للفحص باستمرار ما يضمن تصليح عطلاتها ومشاكلها قبل تجديد السنوية. وأضاف أن نظافة الطرق في مدينة الإقليم فضلا عن رخص أسعارها مقارنة بما موجود في محافظات الوسط والجنوب، وكذلك الإجراءات السهلة للتحويل في مديريات المرور بمحافظات الإقليم، كلها أسباب جعلت الإقبال على الشراء من معارض الإقليم وقدوم المواطنين من بغداد ومن المحافظات الأخرى للشراء من معارض كردستان.